أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم عملت حلوى رمضانية مع السلة، أكثر من رائعة. حلاوة مع السلة جدا سهلة وبسيطة، مكوناتها جدا اقتصادية ومتوفرة معنا في البيت بمكونين اثنين بس، والطعم خرافي. الآن نبتدي في الوصفة. جبت مقلاة، خليتها على النار، خليت فيها كوب من الحليب، ملعقتين كبار من الزيت النباتي، ملعقة سكر، رشة ملح وشوية فانيلا، وراح أخليهم على النار حتى يغلوا مثل ما شايفين. بعد ما يبتدي الحليب يغلي راح أضيف عليه كوب من الدقيق، نفس الكوب اللي استخدمناه للحليب هو نفس الكوب اللي استخدمناه للدقيق، ونطفي على النار. بعدين نبتدي نحرك باستخدام الملعقة لنتحصل على عجينة يكون قوامها نفس هذا القوام بالضبط. من توصل لهذا القوام مباشرة ننزلها في صحن أو في صينية كبيرة، ونحاول شوي نفتحها حتى تبرد معنا. من شوية تبرد معنا وتصير دافية نبتدي نعجنها، ما نخليها حتى تبرد كثير. من تصير دافية مباشرة نبتدي نعجنها. شوفوا كيف ما شاء الله بالطريقة هذه بالضبط، شكلها يعني طريقتها جدا سهل وبسيطة، وشوفوا شكلها كيف رائع. قوام العجينة أكثر من رائع، وأنتم تعجنوه يعني أبدا ما تلصق. هذا هو قوام العجينة النهائي مثل ما شايفين. نغطيها، ومهم جدا نخليها ترتاح أقل شيء أقل شيء ساعة. شوفوا كيف ما شاء الله، غطيتها بالنايلون وخليتها ترتاح معي ساعة كاملة مثل ما شايفين. وهنا بعد ما خليتها ترتاح ساعة كاملة، هنا كان شكلها. ندهن ايدينا شوي بشوية زيت ونبتدي في عملية التشكيل. نشكلها على شكل نفس هذا الشكل بالضبط مثل ما موضح في الفيديو. ناخذ كرة صغيرة، بعدين نبتدي نفتح بايدي بالطريقة الموضحة في الفيديو. نشكلها على شكل رول، نفس العملية. ناخذ كرة صغيرة بعدين بايدي نبتدي نفتحها على شكل رول بالطريقة الموضحة في الفيديو. وهنا خلصت كل الكمية، فتحتهم كلهم على شكل رولز وخليتهم على جنب. الآن راح نبتدي في عملية التشكيل. إذا عندكم نفس هذه الملعقة بإمكانكم تستخدموها، الملعقة متاع اللي نقلوا بها البطاطس. إذا ما عندكم نفس هذه الملعقة استخدموا مشط. المشط لازم تستخدموا صنون المشط اللي تكون خشنة مش الصنون الثانيين، والمشط لازم يكون نظيف ويعني مخصص للمطبخ. ونبتدي في عملية التشكيل. نجيب أول قطعة من الرولز اللي جهزناهم ونبتدي نفتحهم على الملعقة بالطريقة هذه أو على المشط إذا عندكم، وبعدين نبتدي نسكرهم بالطريقة الموضحة في الفيديو بالضبط. طريقة جدا سهلة وبسيطة، ما فيش أبسط منها وما فيش أسهل منها بالطريقة هذه. شوفوا كيف ما شاء الله. وبعدين مباشرة نطلعها من الملعقة، ما فيش أبسط من الطريقة هذه. وبعدين نشكلهم على شكل خاتم بالطريقة الموضحة في الفيديو ونسكر عليهم، وخلاص أول حلاوة عندنا صارت جاهزة. الآن نواصل العملية بنفس الطريقة. نجيب القطعة الثانية، نفس العملية، نفتحها في الملعقة بالطريقة هذه، وبعدين نبتدي نلمها بالطريقة الموضحة في الفيديو. يعني طريقة التشكيل ما تاخذ منكم وقت أبدا. نبتدي نلمها بيدينا بالطريقة هذه بالطريقة الموضحة في الفيديو، وبعدين نطلعها من الملعقة مباشرة ونشكلها على شكل خاتم على شكل دائرة بالطريقة هذه بالضبط. طريقة جدا سهلة وبسيطة، أي حد يقدر يعملها. نواصل العملية بنفس الطريقة حتى نخلصوا كل الكمية. نجيب القطعة نفتحها على الملعقة بالطريقة هذه، وبعد ما فتحناها نلمها بالطريقة الموضحة في الفيديو ونسكر عليها، وبعدين نطلعها من الملعقة ومباشرة نسويها على شكل دائرة. انتم اذا تحبوا تخلوها مثل ما هي ما لازم تعملوها دائرة، على حسب رغبتكم انتم، بس انا حسيت كذا شكلها يكون احلى. وكملت كل الكمية. شوفوا كيف ما شاء الله. الآن جبت الزيت خليتها على النار حتى يسخن. من يبتدي الزيت يسخن نبتدي نقليهم. هنا عندي الشربات، عملت كوب إلا ربع سكر، عليه كوب إلا ربع من الماء، خليتهم يغلوا على النار مدة 10 دقائق. عليهم عصرة ليمون وشوية فانيلا، وبعد 10 دقائق الشربات صار جاهز معنا.
وهنا ابتديت اقلي حبات الحلاوة. شوفوا كيف ما شاء الله بالطريقة هذه بالضبط، يعني بمكونين اثنين بس تقدروا تعملوا هذه الحلاوة السهلة والبسيطة، ما تاخذ منكم لا وقت ولا مجهود، خاصة قريب شهر رمضان ونحتاج التحلية تكون مثل هذه النوعية. بصراحة طعمها خرافي، ألذ شيء ممكن تجربوه. هنا بعد ما قليتها من طلعتهم المقلاة مباشرة خليتهم في الشربات البارد، وشو خليتهم حتى يشربوا شوي، مجرد ثواني معدودة، بعدين طلعتهم من الشربات وخليتهم في صحن. طريقة جدا سهلة وبسيطة، أي حد يقدر يعملها، ما فيش أبسط منها، ما فيش أسهل منها. وهنا الحلاوة كلها صارت جاهزة معي، شوفوا كيف ما شاء الله رائعة، ألذ شي ممكن تعملوه. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم، واحتفظوا بالوصفة لشهر رمضان لأنكم كثير راح تحتاجوها. وصفة سهلة وسريعة ومقرمشة، أتمنى الفيديو والوصفة يكون عجبوكم.